النادي الاهلي بيفوز على المقاولين العرب 1-0 في اول مباراه رسميه لبيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. طبعا ناس كتيره مستنيه المباراه دي عشان تعرف فكر موسيماني وطريقه واسلوبه مع النادي الاهلي، لكن خلونا نتفق مفيش او اي في اول مباراه لاي مدير فني مع فريق اي بصمه بتظهر، مينفعش لان مفيش وقت، وكمان عشان تشوف تكتيك او عقليه المدير الفني في الملعب لازم تديله بعض الوقت، ولكن في مبادئ بتظهر. يعني ايه؟ في مبادئ بتيجي من معرفه اللعيبه بالمدير الفني ده ومن بعض النصائح اللي بيقولها المدير الفني في التمرينه اللي قبل المباراه. اذا قلنا ان بيتسو موسيماني خاض تمرينتين مع النادي الاهلي جمعه وسبت ولعب النهارده الحد، ففي بعض المبادئ اللي اللعيبه بتحاول تنفذها عشان تقنع المدير الفني بيها كلعيبه يعتمد عليهم في التشكيل الاساسي. طيب لعيبه النادي الاهلي على معرفه ببيتسو موسيماني؟ طبعا. ليه؟ لان النادي الاهلي لاعب بيتسو موسيماني في السنتين الاخيرتين 4 مباريات، ومعظم خلينا نقول 60 أو 70% من لعيبه النادي الاهلي الحاليين واجهوا بيتسو موسيماني سواء في الدوري ابطال افريقيا في دور الثمانية السنه دي او في دور الثمانية السنه اللي فاتت. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي عارفه ان بيتسو موسيماني عقليته تيكي تاكا، راجل بيلعب على الاستحواذ، ما بيلعبش تشتيت، ما بيلعبش كرات طوليه زي مثلا كارتيرون. كل الافكار دي او المبادئ دي مش عنده، هو الراجل بيحب الكوره على الارض، بيحب البيلدينج اب يبدا من عند الاثنين مساكين، ينزل لهم لاعب من خط الوسط، البلاي ميكر لازم ينزل لنص الملعب كتير ويجري، ما يستناش ان لاعب خط الوسط هو اللي ياخد له الكوره يوصلها له ويكون هو لسه محطوط تحت ضغط. كل دي مبادئ بيتسو موسيماني اللي احنا شفناها مع سان داونز خلال ال7 سنين اللي فاتوا، سواء لما واجه نادي الزمالك في 2015 او لما لعب النادي الاهلي في النسختين الاخيرتين ورا بعض. دي انا بسميها مبادئ مدير فني اللعيبه بتبقى عارفاها من معرفتهم بيه وكمان من النصايح اللي بيديها لهم في اول ايام. طيب المبادئ دي ظهر النهارده مع النادي الاهلي؟ ظهرت في بعض المبادئ النهارده. اكيد طبعا الاداء مش كويس كشكل عام، ما اقدرش اقول ان الاهلي قدم مباراه كبيره قدام نادي المقاولين، ولكن الميزه اللي انا اشوفها هو حرص اللعيبه على تنفيذ المبادئ بتاعه بيتسو موسيماني واقناعه ان هم يقدروا ينفذوها في الملعب. طيب بيتسو موسيماني كان قالها في المؤتمر الصحفي وقال ان انا مش هغير طريقه لعب النادي الاهلي بيلعب بيها السنة طول الموسم، وهي الطريقة الأقرب إلى 4-2-3-1 واللي كانت في بعض الأحيان بتنقلب ل 4-3-3، ولكن قال هو أنا ما عنديش وقت إن أنا أغيره. وبالتالي النادي الأهلي النهاردة لعب 4-2-3-1 على زي ما محطوط أو مرصوص البنات على البورد بالظبط، 4-2-3-1 زي ما بيقول الكتاب، مفيش أي تغيير، مفيش أي فكر جديد، في كل الأمور مشيت زي ما الفريق ماشي خلال الفترة اللي فاتت. وبالتالي هنا ما يهمناش الشكل مرصوص ازاي، ولكن يهمنا زي ما قلت في البداية المبادئ اللي بيتسو موسيماني مقتنع بيها واللعيبة حاولت تنافس. طبعا الناحية التانية كابتن محمد النحاس طبيعته لما بيلعب قدام الاهلي او الزمالك بينزل بطريقة اقرب الى 4-1-4-1 عشان يقفل عمق الملعب ويلعب بما يشبه الليبرو المتقدم اللي كان النهارده ابراهيم صلاح قدام محمد سمير وفاروق. الراجل بيحاول يعمل عمق في قلب الملعب لانه عارف النادي الاهلي عنده مهارات كتيره. طيب ايه بقى المبادئ اللي انا كنت بتكلم عليها لبيتسو موسيماني؟ واحده من المبادئ اللي بيؤمن بيها بيتسو موسيماني هو انه بيطير الاثنين الباكات، الاثنين الباكات دول على طول طايرين، نادرا او قليل او في اوقات المباراه ممكن تلاقي واحد بس للطاير واحد بس للثابت، لكن مبادئ بيتسو موسيماني بيطير الاثنين الباكات، لازم يطيروا طول الوقت، طايرين هجوم هجوم هجوم. وبالتالي لما بيطير الاثنين الباكات تتوقع ايه من الاثنين الاجنحه النهارده حسين الشحات وكهربا؟ بيلعبوا نارو، بيلعبوا ضيق. يعني ايه؟ حسين الشحات اول ما يستلم الكوره في المنطقه دي لازم يخش جوه،
لازم يخش جوه، يخش للعمق، ما يمشيش على اللاين. ممنوع انك تعمل استريتش للملعب في الطريقه اللي بنلعب بيها النهارده، لا انت عايز النهارده تخش تلعب على جوه عشان تسيب مين بقى اللي يعمل استريتش للملعب؟ الباك اللي جاي وراك، محمد هاني. محمد هاني هو اللي ياخد المساحه دي. ليه؟ تكوين الجبهه. نفس الامر بالنسبه لكهربا. كهربا كان لازم ياخد الكوره ويبدا يخش على جوه عشان يسيب المساحه لاحمد فتحي النهارده اللي كان متوظف في الباك الشمال، ياخد المساحه اللي ورا. دي واحده من المبادئ اللي شفناها مع سان داونز. وطبعا نفتكر ماتش 5-0 كان على طول الفرقه طايره طول المباراه، طايرين بيهاجموا النادي الاهلي ب 8 و9 لعيبه حتى لما كان بيقدم الاثنين ماسكين، ولكن النهارده الاثنين ماسكين بتوع النادي الاهلي كانوا ثابتين في نص ملعبهم او في الجزء الخلفي كتير. ولكن اول ما بادئ بيتسو موسيماني الاثنين الباكات الفول باكس دايما طايرين، طير على قدام ودايما تعمل جبهه مع الاثنين الاجنحه، عشان كده حسين الشحات دايما كان ضامن لجوه والكهرباء ضامن لجوه. تاني مبدا بيتسو موسيماني بيعتمد عليه عنده في سان داونز كان سيرينو. سيرينو زي ما شرحت كتير وحتى في اخر لايف هو البلاي ميكر بتاع سان داونز. اللي اتفرج على ترند يلا كوره لتحليل مباراه الاهلي وسان داونز الاثنين الذهاب والعوده كنت بكلم ان سيرينو دايما بيبدا يلعب من نص الملعب ويبدا يتطرف، لكن عنده حريه كبيره جدا. بلاي ميكر مركز مهم جدا 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 عند بيتسو موسيماني. مين اللي عنده طبعا تهديد لما اسم سيرينو اتكلم، يعني بنتكلم عليه كتير من ساعه ما بيتسو موسيماني جه الاهلي؟ مجدي قفشه. بقى عندك تهديد بقى شويه من محمد ابراهيم وشويه من سيرينو. ليه؟ لان مجدي قفشه ربما كانت بدايته رائعه مع رينيه فايلر في بدايه الموسم، لكن بمرور الاسابيع بدا النجم يخفت شويه، وبالتالي النهارده شفت مجدي قفشه بيعمل حاجه كان نادرا ما بيعملها مع فايلر في الفتره الاخيره، وهي النزول الكتير لنص الملعب عشان يستلم. مجدي قفشه كان مكسر في بعض الاحيان وكان بيستنى يلعب في التلت الاخير بس، ودي كانت بتعمل له مشكله. ايه المشكله اللي عنده؟ ان كان بيبقى دايما في رقابه عليه. طيب وطبعا كان عنده مشكله ثانيه لما رينيه فايلر كان بيعتمد عليه كجناح، وهو الامر اللي فشل فيه مجدي قفشه. مجدي قفشه استحاله يلعب وينجر، وبالتالي النهارده مجدي قفشه في اول مباراه ليه مع بيتسو موسيماني فاهم ان بيتسو موسيماني هيبدا مركز مع اللعيبه كلها، بيشوف كل واحد بيعمل. فالبلاي ميكر الشاطر هو اللي ينزل يستلم الكره كتير، وبالتالي ناخد اللي انا بقوله ده رقميا واقول لكم رقم مهم لمجدي قفشه. مجدي قفشه النهارده كان اكتر لاعب في النادي الاهلي لمس كوره، لمس الكوره 52 مره. اكتر لاعب مجدي قفشه البلاي ميكر، مش المساك ولا الفول باك ولا الخط الوسط، لا البلاي ميكر مجدي قفشه النهارده اكتر لاعب في الاهلي لمس كوره. مين بعديه؟ محمد هاني. ليه؟ عشان طاير على طول فبيشارك في الهجوم طبعا بخلاف دوره في الدفاع، وبالتالي ده بيعرفك المبادئ بتاعه المدير الفني واللعيبه كمان بتعملها عشان تقنعه بمستواه ان هو يعتمد عليهم. وبالتالي مجدي قفشه النهارده كان بيحاول يتحرك كتير، بينزل لنص الملعب عشان يهرب من الرقابه بتاعه ابراهيم صلاح ويهرب بالكوره ويستلم الكوره. الحركه بيعملها في الاول، اللي شاف مباراه الاهلي والهلال السوداني في السودان كانت مباراه واحده من احلى مباريات مجدي قفشه مع النادي الاهلي تحت الضغط، وكانت مباراه مهمه في دور المجموعات عشان النادي الاهلي يتاهل، كانت مباراه عصيبه جدا. مجدي قفشه ساعتها وانا بحلل المباراه دي قلت واحده من اهم الصفات بتاعته انه بيقدر يستلم الكوره ويلف بلمسه واحده ويواجه المرمى. دي النهارده شفتها كتير من مجدي قفشه بيعملها بشكل حلو عشان يفضل مواجه المرمى بدل ما يقف في نص ملعب المنافس ويستلم الكوره بظهره. انت هتستلم الكوره بظهرك لو المدافع ورايا، انا هحتاج وقت عشان لسه الف بيه واواجه المرمى بتاعه، وبالتالي ده بيخلي فيه مساحه عند المساك او اللاعب المنافس انه يقدر يخطف منك الكوره بسهوله او حتى ايفن يعطلك بفاول. وبالتالي مجدي قفشه النهارده قدم لحد ما مردود افضل من اللي احنا كنا بنشوفه في الفترات الاخيره. واحده برضو من المبادئ اللي بيتسو موسيماني بيؤمن بيها تماما لبعض الاجنحه عنده خصوصا الاجنحه الطويله، الدور اللي لعب كهربا لما انضم لداخل قلب الملعب عشان ينزل ورا بادجي ويعمل دور البلاي ميكر، ودي شفناها في كوره الشوط الثاني لما عمل الكعب اللي كسر بيه الاوفسايد واداها لبادجي راح بيها انفراد. الجون ده لو كان جه
كان هيبقى امتياز لكهربا انه عمل لمسة مميزة جدا. فدي نقطة من النقط اللي عملها كهربا، واللي يركز في الشوط الاول يشوف ان كهربا كان دايما يقول لبادجي لما كان بادجي ينسى نفسه ويروح على الطرف يقول له خلي بالك يلا اتفضل خش جوه عمق الملعب عشان انا هبدأ اخد المساحة دي وفتحي واخد اللاين. فده يبين لك قد ايه اللعيبة مركزة تماما في موضوع التمركز. ليه؟ لان بيتسو موسيماني مش هيحاسب اللعيبة على الترقيص واللعب الحلو وكل الكلام ده في الاول، لا خالص، ده هيبدا يحاسبهم على التمركز وهل بينفذوا الخطط والافكار بتاعته ولا لا، وبناء عليها هي اللي هتضمن لك الاستمراريه في التشكيل الاساسي. فتالت واحده من المبادئ اللي بيؤمن بيها بيتسو موسيماني ان لازم بقى الجناح بتاعي يبدا يخش يلعب كسكند سترايكر مع المهاجم الصريح، والنهارده كان موكل بيها مين؟ كهربا. ليه؟ ان كهربا جسمانيا ينفع يلعب الدور ده اكتر من حسين الشحات اللي بيلعب كجناح. مباراه النهارده كانت تاني مش امتياز للنادي الاهلي، ما نقدرش محدش يقدر يقول ان بيتسو موسيماني قدم فكر جديد او حط خطط جديده او شفنا النهارده تاثير من بيتسو موسيماني على النادي الاهلي، لا طبعا ده مستحيل انه يحصل في خلال 48 ساعه او حتى 72 ساعه، ولكن في بعض المبادئ اللي نفذها بيتسو موسيماني في ارض الملعب في مباراه اكيد طبعا النادي الاهلي حسم الدوري خلاص وقدام فريق قوي طبعا زي نادي المقاولين، كان واحد من اكتر الفرق اللي بتنافس من بدايه الدوري، وقدر النهارده لعيبه كمان انها تقدم بعض الامارات لبيتسو موسيماني هم يقدروا ينفذوا التكتيك بتاعه، واللي ان شاء الله باذن الله يتطور عشان نشوف اداء اكثر اجاده قدام نادي الوداد في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، وهو الاختبار الاهم للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ده كان تحليل سريع وتركيز على اول مباراه لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، وان شاء الله اشوفكم بكره في تحليل لواحده من اهم مباريات نادي الزمالك في الاونه الاخيره، مباراه نادي الزمالك وسموحه في كاس مصر، مباراه مهمه جدا 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 للزمالك، مباراه قويه لان طبعا نادي سموحه شفناه في الدوري لما تعادل معاه الزمالك 3-3 في الدقائق الاخيره، فاكيد هتبقى هنستنى مباراه حلوه ان شاء الله. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعد.